ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في رصد فعاليات بدء قمة المناخ كاب 27 من مدينة شرم الشيخ. والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتح أمس منطقة المعارض والأجنحة الحكومية بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ، وقال إن الحكومة حريصة على سماع كل المنظمات والجهات والمبادرات المناخية المتواجدة في المنطقة الخضراء. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من جولة رئيس الوزراء ونرجع مرة تانية. احنا عاملين جناح للحرف التراثية والصناعات التقليدية، العودة للبيئة هي الخامات البيئية والجريد والخزف وحاجات بعيدة عن المصانع والعوادم وكده. عارضين موجودين معانا بيعرضوا شغلهم، وان شاء الله الناس تتبسط وتشوف تراث مصر الحضاري الجميل، وان شاء الله تبقى مشاركه جميله. يعني جناح وزاره التضامن بيضم مجموعه من الانشطه والبرامج اللي بتديرها الوزاره، يعني معانا هنا برنامج وعي الخاص بالتوعيه الاجتماعيه وبحوالين مجموعه من القضايا، معانا كمان يعني بعض المشروعات الخاصه بتنميه العماله غير المنتظمه، كمان عندنا مجموعه من المشروعات الاخرى الخاصه بالتعاون مع المجتمع المدني في توفير فرص عمل ومشروعات متناهية الصغر. طبعا مشاركة المنطقة الاقتصادية في مؤتمر المناخ خاصة والمنطقة الخضراء عامة، يعني دي حاجة مهمة بالنسبة لنا لعرض الفرص الاستثمارية لداخل المنطقة الاقتصادية، وخاصة مشاريع الوقود الأخضر اللي هي الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء، الميثون الأخضر، واللي هو سيساعد العالم خاصة على تقليل انبعاثات عامة، وده هيحول المنطقة الاقتصادية، وده اللي بنطمح ليه إن هو تحويل المنطقة الاقتصادية الى منصه وهب للوقود الاخضر، اللي هو احنا شايفينه انه هيكون حاجه مهمه جدا للعالم للوصول الى استخدام الوقود النظيف مقارنه ببقيه الوقود. المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه من اهم المبادرات اللي تقدمت بها مصر في هذا المؤتمر الهام والتاريخي، واخذت دعم كبير واخذت زخم كبير برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار من رئيس الوزراء. وطبعا كما المشاهد عارف قام رئيس الوزراء بتكريم الفائزين ال 18 منذ يومين 3 نوفمبر في القاهره، والنهارده جبنا الفائزين ال 18 في شرم الشيخ، وبدات بالفعل بعض المؤسسات الدوليه تبدي اهتماما كبيرا بهذه المبادره النابعه من المجتمع المصري.